الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع دورة تكويد قلم بلوكر. اليوم سنضع فونت احترافي، سندخل إلى جوجل فونت. فقد تكتب جوجل فونت في متصفح جوجل كروم، ثم تدخل إلى الرابط. هنا قمنا باختيار السون سيريف اللاتين. هناك خط روبوتو، كايرو، هناك كثير من الخطوط. هنا روبوتو كوندنسد، سنختار مثلا هذا الخط. بعد اختياره إما نضع اللينك، أو نستخدم لات امبورت، كلها يعني تعمل. ممكن أن آخذ لات امبورت هكذا وأضعها في مع السي اس اس في بداية كود السي اس اس. جنرال هنا كنترول في، ثم اخد بالنسبة للفونت فاميلي هكذا، ساخد هذا الكود ايضا واضعه للبادي. ساكتب هنا بادي، أضع الفونت فاميلي، ثم أضغط على السيف، ريفريش. القيام بتغيير بسيط هنا بالنسبة للروابط. سنبحث عن المينيو، إذن الكالر FFF ساضع، أيضا تكست داش ترانسفورم. اضغط على السيف، هناك خطأ في الكود، أخطأت في كتابة الكود. أحاول كتابتها هنا تكست، داش ترانسفورم، ترانسفورم. لم أكتب الاس، إذا سيف تيم، عفوا، إذا الروابط كلها صارت أبر كيس.
سنمر الآن إلى الـ Content حيث الـ Sidebar وقسم التدوينات. ماذا سنفعل الآن؟ سنصحح نفس الأخطاء التي صححناها في الهيدر. من الأفضل أن أفعل الآتي: سأخذ هذه بالنسبة للهيدر وال بالنسبة للسكشن والويدجت مارجن صفر، سأخذها من هنا وسأضعها هنا، الجنرال ستايل شيت، وسأحذف الهيدر. هكذا كل سيكشن وكل ويدجت سيطبق عليها نفس القاعدة. يمكن اختصار الكود بوضع فاصلة هنا ومسح وضع قاعدة لكلتا الكلاسين، ثم اضغط على ريفريش. سيعود السايد بار الى مكانه الطبيعي. اذن هذا جيد، هذا فوتر. سنبدأ من السايد بار السيدبار لدينا هنا كلاس تايتل، كلاس تايتل سنعطيها جميعا فقط التي داخل السيدبار، سنعطيها تنسيق خاص. سنبدأ من هنا، سنكتب باك جراوند كالر، سنضع اللون ثم نصححه، سنغيره الى هذا اللون. Text online center padding desktop padding من جميع الجهات. سنضع padding من الأعلى والأسفل ب 10 بكسل وفقط 5 بكسل. أو 5 بكسل من جميع الجهات حتى إذا طال التكست لا يلتصق بالحافة. بالنسبة للفونت سنضع بوردر راديوس هنا سبعة بيكسل. وسنقوم بعمل تأثير أكثر جمالا. سنضع 7 بكسل 0 ثم 0 ثم 7 بكسل
هذه تبدو جميلة، ولكن أنا أريد تأثير آخر. هذا ما أريده بالضبط. أصغر الخط قليلا، سأضع مثلا فونت سايز 18 بكسل قليلا، سأضع 24 بكسل. سأخذ التنسيق، هذا التنسيق للكلاس تايتل التي داخل السايد بار. سأبدأ بتنسيق السايد بار، سأكتب تعليق sidebar style sheet. سأكتب class sidebar. ثم class title. ثم أضغط على save. المفترض الآن أن كل كلاسات تايتل ستأخذ sidebar. تضع البوبيلر بوست هنا، سأضيف بعد التدوينات حتى سأوقف الفيديو حتى أضيف بعد التدوينات. إذن بعد أن أضفت تدوينتين أصبحت الأمور تظهر بهذا الشكل. أصبح ظهر الكاتيجوريز، ظهر البلوج أرشيف، Popular posts أيضا ظاهرة. سأقوم بوضع إعلان هنا، سأخذ هذا الكود ثم أعود إلى اللاي أوت. السايد بار هنا أداة HTML وجافا سكريبت.
سأضع فيها هذا الإعلان. سأكتب في التايتل هنا get use next free trial, ثم أضغط على save. الازدحام هنا مرده لهذه الصورة التي طالت أكثر من اللازم. عندما ننسق المين لن يكون هناك هذا الازدحام. سأعدل أبعاد الصورة. نحن هنا في الـ widget content سننسق الـ widget content. نذهب إلى مظهر الـ HTML. سايدبار ستايل شيت سنكتب هنا دوت سايدبار ويديت كونتنت نريد اي ويديت كونتنت ان يكون لديها بوردر. Thank you.
Let's see. سنرى كيف سينهر هذا البوردر. بالنسبة للإيمج سنكتب سيد بار ديت كونتنت سأضع سأضع في كلاس بوتستراب سأعود إلى اللايأوت ثم أعود إلى نفس الإيمج أضيف كلاس للإيمج كلاس Dash responsive وهكذا لن تتخطى الحدود سأعود للتيم كما ترى الإيمج أصبحت تتبع الحدود إذن ربما المارجن هنا للويدجيت كونتنت أكثر من اللازم سارة ربما هو ملائم نمر للبوبيلر بوست تلقائيا هي منسقة بهذا الشكل ولكن الايس هنا لديها نقاط يعني سأحذف order the list URL سأحذف النقط لأي URL في الصفحة لا أريد أي URL بهذا الشكل سأضع بعد الباطي سأكتب URL List style of one list style none tomorrow I'll save سأقوم بتنسيق popular post
اللي يحتوي على الرابط والصورة Lighting Content، سننسق Lighting Content سأخذ هذه الكلاس على border 1 pixel solid باللون غامق قليلا ثم padding أربعة pixel كل الجهات صار النتيجة الآن إذن سنترك البوبيلر بوست حاليا في هذا الشكل حتى نعود إليها فيما بعد. بالنسبة للكاتيجوريز سنغير هنا في الـ layout الكاتيجوريز سنقوم بتعديل بسيط سنجعلها تظهر على شكل سنختار كلاود هنا ثم نضغط على السيف حتى تظهر بجانب بعضها البعض وسنقوم بتنسيقها الآن عندما تكتر الليبلز تظهر على شكل سحابة وهو الفرق بين هاتين سنضع سايز واحد لكل الليبلز وسنجعلها تظهر بشكل مختلف عن طريق هذه السبلانات ليبل سايز ليبل سايز سنختار الليبل سايز ثم الروابط بداخلها سنعود إلى التيم
نضغط على فونت سايز. بيكسل. اختار الالوان بالشكل الذي يناسبني. انت ايضا ستختار التنسيق الذي يناسبك. ساغير هنا الى ساغير الباك جراوند كالر. الى هذا اللون. ثم اضغط على السيف. سنضع زر
read more. سنضع script read more وسنعدل على هذه التدوينات وسنضع تنسيق خاص للتدوينات المقتطفة التي تظهر في الرئيسية والأقسام وفي الصفحة التي تظهر فيها التدوين الكاملة سنضع لها أيضا تنسيق خاص وفي انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.